الزملاء، الجيران، الإخوة والأخوات في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بكل تحية بتحيوا بها أنفسكم. صباح الخير، مساء الخير، أينما كنتم وحيثما كنتم. إن شاء الله نتمنى لكم يعني إقامة سعيدة هنيئة في مجتمعاتكم التي تعيشون بداخلها. اليوم هنتكلم على الحلقة 28 من برنامج فضفضة 5 لـ 5، واليوم بنتكلم عن الجزء الثاني من كلمة أو فكرة أو مقالة أو ورقة عمل احنا عملناها علشان أهمية إيجاد إدارة للدعم النفسي داخل المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الإنسانية. في الرابط اللي موجود عندكم على الفيسبوك، موجود فيه اللي هو الرابط بتاع الحلقة الأولى، وكذلك موجود فيه الرابط بتاع الزوم إذا كان حد عايز يخش على الزوم علشان يشوف الشرائح كلها. موجودين الاثنين، موجودين عشان الحلقة الأولى، والنهاردة بنتكلم عن الحلقة الثانية. اليوم هنتكلم عن في الحلقة الثانية أو في الجزء الثاني عن اللي هو اللي هي دوائر حماية الأطفال، وإحنا بنشكر الأستاذة آية أبو زينب والأستاذة هاجر على مساعدتنا في العمل اللي هو الشرائح وتقديمها لكم. واليوم برضك هنتذكر بعض الأطفال والعائلات اللي هم متأثرين بالكلام اللي أنا بقوله ده، سواء كان من أهلنا في اليوغور في الصين، أو من الروهينجا من بورما أو ميانمار، أو في كشمير اللي في الهند، أو في الهند نفسها من عائلات المضطربة دي كلها، أو في اليمن وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين والكونغو الديمقراطية وكتير من تشاد ووسط أفريقيا إلى آخره إلى آخره إلى آخره. واللي هو حاليا بنتكلم عن الجفاف اللي هيصيب شرق أفريقيا مرة أخرى، اللي كل سنة وكل سنتين بيحصل جفاف مرة وبيحصل قحط بيصل إلى المجع. بس أنا بذكركم بهذه المداخلة علشان ما ننساش الأطفال اللي عايشين في المخيمات، النازحين واللاجئين، والناس المهاجرين واللي هم بيمشوا لمئات وآلاف الأميال من أجل الحصول على عيش كريم أو على مصدر للمياه لهم وللماشية عندهم. احنا في الحلقة اللي فاتت او في الجزء الاول اتكلمنا فيه عن انواع الاسر، وكانوا 12 اسرة، والرابط موجود عندكم زي ما انا قلت في اللي هو على الاعلان في صفحة الفيسبوك، الرابط موجود، والرابط بتاع الزوم موجود ايضا، عايز اتفرج على الزوم موجود. واتكلمنا عن 12 اسرة دول، واتكلمنا عن ان 12 اسرة دول هم حقيقيين واقعيين نحن نعيش معهم ليل نهار. فلذلك من كتر ما بنشوف داخل انواع الاسر المختلفه دي، وجب علينا نفكر بطريقه عمليه ازاي اننا نعمل هذه الاداره او هذه الوحده او هذا القسم داخل المؤسسات. اليوم بقى هنتكلم عن ايه؟ عن الطبقات اللي بتحمي الطفل داخل الاسره بتاعته. المره اللي فاتت من شهر تقريبا اتكلمنا عن اللي هو انواع الاسر ال 12، اليوم هنتكلم عن اللي هو كيف انواع حمايه الاسر او ايه طبقات حمايه الاسر. انا هشرحها لكم علشان صعبه ان تشوفوها فقط على الشرايح. انا اعتبر ان الاب طبقه او دائره للحمايه، الام طبقه او دائره للحمايه، الجد طبقه او دائره للحمايه، الجده طبقه او دائره للحمايه، أصدقاء الأب طبقة أو دائرة للحماية، أصدقاء أقارب الأب طبقة أو دائرة للحماية، جيران الأب طبقة أو دائرة للحماية، وهكذا. يعني أنا يعني الأب طبقة والجد طبقة، الأقارب والأصدقاء كل واحد منهم طبقة. الأقارب طبقة تحمية، الأصدقاء طبقة والجيران طبقة، الجد طبقة، الجدة طبقة،
الأب طبقة، الأم طبقة، إلى آخره. بس محاولة أبسطها، لأن الأمراض ده فكرة جديدة وعايزين نشرحها للناس، اللي عدد طبقات الحماية أو دوائر الحماية اللي بتحمي الأسر أو تحمي الأطفال داخل الأسر. فلو كان احنا عندنا أول أسرة هنتكلم عنها هي الأسرة الأكثر استقرارا. الأسرة الأكثر استقرارا وفي مجتمع مستقر. يعني إيه أكثر استقرارا؟ يعني فيها الجد الأول عايش كبير، والجد الثاني عايش، والجدة الأولى عايشة، والجدة الثانية عايشة. شوف بقى، همشي معاكم دلوقتي في عدد طبقات حماية الأطفال داخل هذه الأسرة الكبيرة. الجد وأقاربه وأصدقائه وجيرانه، أدي أربعة. والجدة وأقاربها وأصدقائها وجيرانها أربعة من ناحية الأب، يبقى ثمانية من ناحية الأب، وثمانية من ناحية الأم، يبقى 16. ده في الجد الأول الكبير. الجيل الثاني من الأجداد اللي هو الأصغر، فبرضك أربع طبقات حماية من ناحية الجد من ناحية الأب، وأربعة من ناحية الجدة من ناحية الأب، يبقى ثمانية، وكذلك ثمانية من ناحية الجد والجدة من ناحية الأم. يبقى في جيلين الأجداد اللي موجودين عندنا داخل هذه الأسر، لو كانوا عايشين بيكونوا حوالي 32 طبقة حماية. ده إذا كان الأب الزوج والزوجة تزوجوا في مبكر، يعني في بعض المدن وبعض الثقافات وفق القانون طبعا، مش الزواج المبكر اللي هو غير قانوني، لا، الزواج المبكر وفق القانون اللي متعارف عليه في البلد. فبيكون بيتواجد الجيل الاول من الاجداد والجيل الثاني من الاجداد، ها، ودول بيمثلوا 32 طبقه حمايه، زائد الاب والام كل واحده فيهم بتساوي اربع طبقات من الحمايه، الاب وجيرانه واصدقائه واقاربه، وكذلك الام وجيرانها واصدقائها وقريبها. يبقى بتتكلم عن 40 طبقه حمايه، وكان الطفل زي الايه زي اللي هو اللؤلؤه او زي الزمرده، وحواليه كل هذه الطبقات من الحمايه. يبقى في 40 طبقه حمايه في الاسره الاكثر استقرارا. واضح؟ الأسرة المستقرة أيضا، ها، هيكون الجيل الأول من الأجداد مات الاثنين، سواء من ناحية الأب أو الأم، يبقى فاضل لنا جيل واحد من الأجداد اللي هو أبو الأب وأمه وأبو الأم وأمها، يبقى عندنا 16 طبقة من الحماية، لأن كل واحد من هؤلاء الأربعة عنده أربع طبقات من الحماية، اللي هم يعني هو وجيرانه أقاربه وأصدقائه. يبقى بنتكلم على 16 طبقة من الحماية زائد الثمان طبقات من الحمايه اللي بتمثلهم الام والاب، يبقى عندنا 24 طبقه من الحمايه اذا وجد الجدان من الاب والجدان من الام. واضح؟ ده بالنسبه لنا اللي هو النوع الثاني من طبقات الحمايه اللي موجوده في المجتمع علشان تحمي الطفل. تحمي الطفل داخل الاسره. طيب، النوع الثاني من الاسر هي الاسره المستقره في مجتمع مستقر. طبعا الحاجات دي كلها شرحت قبل كده وعندكم اللينك بتاعها. واللي الاجداد الاثنين ماتوا من ناحيه الاب ومن ناحيه الام، جيل اول وجيل ثاني، مش فاضل فصل عندنا الا ايه، الا ان الاب والام فقط، الاب والام فقط. فالاب واصدقائه واقاربه وجيرانه، والام واصدقائها واقاربها وجيرانها، كل واحد فيهم يمثل اربع طبقات. يبقى عندنا في الاسره الثالثه اللي هي المستقره، ها، داخل المجتمع واللي مات فيها الاجداد كلهم، بتساوي 8 طبقات للحمايه. يبقى الاول 40 طبقه، الثاني 24 طبقه، الثالث 8 طبقات. واضح يا شباب؟ علشان تعرفوا، مش عشان صبر، علشان نعرف ان قيمه الجد والجده واصدقاء الجد والجده وقيمه الخال كل هؤلاء الناس قيمتهم قد ايه. لما نيجي ننزل، انا حضرب مثل حصل لي وانا صغير، كان عندي حوالي 8 سنين او 7 سنين، وكنت في يوم من الايام، طبعا انا اصغر طفل عندنا في لابويا وامي، كنت متدلع شويه، وفي يوم من الايام قلت اخش السينما، ودخلت السينما فعلا، وكانت اللي هو التذكره اعتقد يعني مثلا بقرش ساغ او بقرشين ساغ، وكان في فيلم اسمه ام الهند او ماذر انديا، والفيلم ده كان طويل يمكن ساعتين او 3 ساعات، وانا ايه، اما تخشوا انتوا في درجه ثالثه في السينما
من حق الشاب اللي قاعد في درجه ثالثه انه يتفرج على الفيلم عرض اول وثاني وثالث ورابع الى ان تنتهي السينما. فضلت وانا صغير كده عند 8 سنين بس عشان كل قيمه الاقارب والاصدقاء للوالدين. حصل ايه؟ ان انا نمت خلاص. وطبعا الاسره عندي في الحلميه كل واحد فيهم يعني مش ممكن يعني بيدوروا يمين وشمال، هاني راح فين، هاني راح فين، هاني راح فين. احنا بنرحب بالاخ الطاف حسين ومنرحب بالاخ علي الشوا استاذنا في الميديا، والطاف حسين كذلك استاذنا في العمل الانساني والاجتماعي. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل كلهم قاموا على قدم وساق. انا صحيت من النوم، صحاني الحارس في السينما وقال لي اتفضل خلاص احنا هنقفل السينما. خرجت في الشارع الدنيا ضلمه، زمان ما كانش فيه فوانيس نور في الشوارع. ما كانش فيه فوانيس نور في الشوارع. امشي يمين وشمال مش عارف، فقدرا ان كان في شيخ من المشايخ معدي وجاي من شارع محمد علي داخل على الحلميه، فبيقول لي يا ابني انت رايح فين؟ قلت له مش عارف بيتنا. قال طب انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي هاني. قال لي ابوك اسمه ايه؟ قلت له ابويا اسمه الشيخ عبد الجواد بنا. قال لي بس انا عارف ابوك، يبقى ده صديق الاب. شوف قيمه صديق الاب، قيمه الجد، قيمه الجده، قيمه اقارب واصدقاء وجيران الجد والجده والاباء والايه والامهات. فاخذني ورجعني على البيت. بس بذكر القصه دي لان قصه حقيقيه ممكن تحصل لاي طفل. لو انا هذا الشيخ ما قابلنيش وانا تهت في الشارع وقابلني شخص اخر من الاشخاص المشبوهين او الاشخاص الفاسدين واخذني وعمل فيا العمايل وتهت عن اهلي وجيراني الى اخره. النوع الثالث من انواع الاسره اللي اتكلمت عنه اللي هو الجدود كلهم ماتوا. فاصبح الحمايه 16 32 طبقه من الحمايه للجدود، لو الجيل الاول من الاجداد والجيل الثاني من الاجداد راحوا، اصبح فقط الثمان طبقات او دوائر من الحمايه بتاعت الاب والام. النوع الرابع من الاسر هي الاسره اللي هاجرت. يعني مثلا انا لما جيت هنا في بريطانيا اعتبر مهاجر. لما الشباب سافروا من سوريا ومن لبنان ومن العراق وكذا لامريكا اللاتينيه من غير والاوروبا والامريكا والكندا مهاجرين. فمين اللي بيسافر؟ بيسافر الابن، ها، في الغالب ما يكونش متجوز وان يتجوز. ففي الغالب في المهجر في بلاد مهجر لا بيكون لا اب معاك، الجد مش معاك، والجده مش معاك، والاقارب مش معاك. فبيكون مين اللي معانا يا شباب؟ بيكون انا وزوجتي الاثنين اهو، كل واحد فينا ليه اربعه. سوف تتمتع الاسره في المهجر باصدقاء وجيران الوالدين فقط. مفيش اقارب بقى، نادر لما تلاقي اقارب الا لما تلاقي بعض العائلات الاسيويه اللي جت من الهند وباكستان وبنجلاديش وبعض القرى، يعني ايه تعرفوا بعضهم لانهم كانوا جزء من المجتمع اللي هي بريطانيا يعني مش هجرتهم، خلتهم عشان العماله هناك. فيبقى هنلاقي في الاسر دي الاب دائره للحمايه، والام دائره للحمايه، وجيران الاب دائره للحمايه، وجيران الام دائره للحمايه، واصدقاء الاب دائره للحمايه، واصدقاء الام دائره للحمايه. يبقى عدد طبقات الحمايه او عدد دوائر الحمايه للاطفال في الاسره المهاجره هيبقى 6 مش 8. الاجداد كلهم عايشين كانوا 40، الجيل الثاني من الاجداد عايشين بقى 24، الاجداد مش عايشين بقى الاب والام فقط بقى 8، ودلوقتي الاب والام بدون الاقارب بقوا 6 طبقات حمايه. خلاص؟ حتى في بعض المجتمعات دي ان الاطفال الصغار لما بيولدوا بيعتبروا ان الاقارب بتاعتهم هم اصدقاء ابوهم واصدقاء امهم. يبقى احنا في الأسرة الرابعة اللي هي بتتكلم عن الدخل في المهجر، ها، يعني مثلا في مئات الآلاف من أو ملايين، يعني مثلا من لبنان في 12 مليون موجودين في أمريكا اللاتينية وكل واحد فيهم عمل أسرة. فالأسرة دي كلها في الغالب الجيل الأول منها كان بس الأب والأم فقط، وبعض الأحيان كنت تقول الأم يمكن بعد كده فيما بعد تكون مش أصلا من أصل البلد. طب الأسرة الخامسة ايضا بنتكلم فيها اللي هي الاسر المضطربه. في اسرتين مضطربتين، او يعني هنخش فيهم من الاسره المطلقه او الاسره اللي فيها ايه يا ربي مطلقه، او الاسره اللي هي اصبحت الام ارمله. فدي بنسميها اسره مضطربه، وغالبا ما يحاط الاطفال باصدقاء مين في الاسره المطلقه؟ وجيران الراعي، الولد الراعي. ممكن تكون الام هي الراعيه للاطفال، أو الأب هو الراعي للأطفال. يبقى مع الأم أو مع الأب هيكون أصدقاء الأب
لو كان مع الاب كان هو الراعي، واصدقاء الاب وجيران الاب واقارب الاب. ولو كانت الام هيبقى اصدقاء الام وجيران الام و اقارب الام. يبقى لكل في الاسره دي هيكون فيها اربع دوائر من الطبق، اربع دوائر او طبقات بتحمي الاطفال، اطفال المراه المطلقه او اطفال الرجل المطلق. يبقى من من من, من 40 ل 24 ل 8 ل 6 ل 4. خلاص؟ في بعض الاسر دي كلها بترتفع لواحد او اثنين لو كان بعض الاجداد موجودين بيحاولوا يساعدوا الام المطلقه او يساعدوا الاب المطلق. يبقى احنا نتكلم عن الطبقات اللي بتحيط الطفل بعد الطلاق، بتقل لأربعة قد تصل إلى ستة في بعض الأحيان. النوع السادس من الأسر اللي هو الطفل اليتيم. الطفل اليتيم احنا معروف عندنا اللي هو اللي مات عنه الأب اللي هو العائل، فبيصبح الأطفال عايشين مع الأم في بيتها أو في مكانها، وقد يكون مع الأم دي أصدقائها وأقاربها كطبقات أو كدوائر بيساعدوها أو جيرانها إلى آخره. كان يكون مثلا بعض الأجداد بتكون الأسرة دي فيها أربع أنواع من الطبقات أو الدوائر بتحمي الطفل مع الأم. يبقى الأم طبقة والجيران والأصدقاء، الجيران طبقة والأصدقاء طبقة والأقارب طبقة. أما لو الاتنين ماتوا الأب والأم وأصبحوا الأطفال عايشين مع الأقارب، يبقى فيه بيحميهم ثلاث طبقات فقط اللي هم الأقارب والجيران والأصدقاء. أقارب والجيران والأصدقاء. يبقى احنا منزلنا شوف قد إيه طبقات الحماية بتنزل لبموت الناس أو بالطلاق أو بالكذا إلى آخره إلى آخره. يبقى بالتالي بيكون تعرض الأطفال لمس في داخل مثل هذا الأسر بيكون أكثر خطورة للتغيرات النفسية والتغيرات المجتمعية، لأن طبقات الحماية اللي على الطفل الصغير بتكون بتقل بتقل بتقل. ده في حالة أسرة الطفل اليتيم. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على ست أنواع من الأسر. خلي بالكم يا شباب، أنا لست بطبيب نفساني، لكن أنا بقرأ الشارع اللي احنا عشنا فيه في داخل مثل هذه المجتمعات مع النازحين ومع اللاجئين ومع المهاجرين. فبجتهد ان انا اطلع فكره علشان نجبر الجمعيات انها تنشئ اداره او قسم او وحده للدعم النفسي داخل الجمعيات. يبقى ده بالنسبه للطفل اليتيم بيكون محاط بثلاث طبقات اذا كان الاب والام توفاهم الله وهم عايشين مع الاقارب. النوع السابع من الاسر اللي هو النازح، زي مثلا في القضيه السوريه او في القضيه العراقيه أو في القضية اليمنية، الناس خرجوا من مدينة لمدينة داخل الدولة، أو من قرية لقرية داخل الدولة، فلسه الثقافة واللغة والتاريخ موجودين، لكن المجتمع تغير لأن أصبح مجموعة من النازحين، مش هم نفس الناس اللي تعود إنهم يعيشوا معاهم من قبل. قد تتكون الأسرة من إيه؟ من الوالدين أو أحد الوالدين، ممكن في النزوح ده حتى ناس بيروحوا مثلا لمنطقة، يعني مثلا نحن نتكلم عن دولة زي سوريا، ناس راحوا لمنطقة زي اسمها إدلب، وناس راحوا المنطقة اللي هي حصل فيها بدأت فيها الانتفاضة اسمها يا ربي مش فاكر المدينة، أول ما حصل فيه ال اسمها يا ربي مدينة أخرى حمص أو 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 ديرزور ديرزور ديرزور. فممكن بالانفصال ده ودي تحت إدارة حكم معين، تحت حكم معين ممكن الأم والأب ينفصلوا، بعض الأطفال إيه ينفصلوا، بعض الأقارب. فالوالدين بيكون الأسرة دي تكون من الوالدين أو أحدهما للانفصال بسبب الأسباب القهرية للنزوح. بعض الأقارب والأصدقاء وجيران كلهم موجودين إن وجدوا في أعداد غفيرة من الغرباء لم تتعود الأسرة على العيش معهم، حتى لو كانوا سوريين، حتى لو كانوا يمنيين، حتى لو كانوا عراقيين ما عرفهمش، غير لما كنا عايش في الضيعة بتاعتك ولا عايش في الحي بتاعك إلى آخره. فيصبح النسيج المجتمعي المحيط بالأسرة وخاصة الأطفال غير معروف لكثرة وجود الغرباء، غير معروف لكثرة وجود الغرباء. نرحب بالأستاذة أماني الصواف، أهلا وسهلا بك. ويكون عدد طبقات الحماية للأطفال هنا خمسة اللي هم الأقارب والجيران والأصدقاء زائد الأب والأم. لو كانوا دول نازحين داخل، يعني لو الأب والأم
ومعاهم الأقارب والجيران والأصدقاء، يبقى في خمسة اللي هم طبقات. وقد ينخفض العدد إلى أربعة في حالة وجود أحد الوالدين فقط والوالد الثاني مات أو انفصل عنهم، ويبقى الأقارب والأصدقاء والجيران. وقد ينخفض إلى واحد أو اثنين أو صفر في حالة عدم وجود الوالدين على الإطلاق. ممكن الأطفال بينفصلوا عن الآباء حتى لو كان الأمر ده في داخل الوطن نفسه، وبتوصل العملية لواحد طبقة واحدة أو طبقتين أو صفر إلى آخره. كل الأطفال فقط، فلو كان الأطفال فقط موجودين يبقى ما فيش لا أب ولا أم ولا جيران ولا أصدقاء للعيلة ولا أقارب، بيبقى الدوائر المحيطة بيهم صفر، كلهم غرباء غرباء غرباء. هنا بقى هنقول ده بيشكل عبء أكتر، عبء نفسي وعبء عصبي على الأطفال وعلى الأم لو كان لوحدها، وعلى الأسرة لو كانت في مجتمع غريب زي ما احنا نتكلم عنه زي كده. ده بالنسبة للأسرة بتاعت اللي هم النازحين. أما الأسرة بتاعت اللاجئين، اللاجئ هو اللي انتقل من دولته أو من بلده لبلد تانية، يعني اللي خرج من الدولة السورية وراح لتركيا أو راح للأردن أو راح للعراق أو راح للبنان، دول يعتبروا لاجئين. يبقى المجتمع مختلف، قد تكون اللغة مختلفة، قد تكون الثقافة مختلفة، قد تكون الدين مختلف، قد تكون التقاليد والكلام مختلفة، فده بيكون تحدي كبير جدا. وقد تخرج الأسرة وتتفتت الأسرة، ممكن يخرج الأولاد في مكان والأم في مكان والأب في مكان، أو الأم وبعض الأطفال في مكان والأب وبعض الأطفال في مكان إلى آخره. ده في حكاية إيه؟ في الدول اللي هي الأخرى. فبطحات الأسرة سواء كان فيها الأب والأم أو عدم وجود الأب والأم أو انقسام الأسرة إلى أنها بطحات بثقافة مختلفة غريبة ولغة مختلفة وتقاليد مختلفة وعادات مختلفة وأديانات مختلفة إلى آخره. واضح يا شباب؟ الدوائر أو الطبقات اللي بتحمل الأطفال قد لا تكون موجودة على الإطلاق إذا انفصل الأب والأم عنهم. في اللاجئين بيكون الوالدين او احدهما مع الاطفال، ونادر ما نجد اقارب وجيران واصدقاء، خلاص؟ او بيكون الاطفال فقط او بعض الاطفال فقط للاسباب التاليه: موت الاب والام او انفصال الاب والام عن الاطفال. بعض الاطفال بينفصلوا عن باقي افراد الاسره، اي ان الدوائر او الطبقات التي تحمل الاطفال قد لا تكون موجوده على الاطلاق. وفي كثير من الأحيان غالبا ما لا يكون مع هذه الأسرة أقارب، لأن ده لاجئ مش نازح، لاجئ. ولا أصدقاء ولا أي حد. فتتراوح الدوائر والطبقات الحامية للأطفال ما بين صفر واثنين في أحسن الأحوال، ونادر نادر نادر لما تبقى إيه؟ اثنين، ومش ممكن هتكون ثلاثة. لأن بحطوحات بغرباء في وطن آخر، غرباء في وطن آخر. ده بالنوع الثامن من أنواع الأسر اللي احنا بنواجه مشاكلهم لما بنشتغل مع اللاجئين، ها، اللي هم خرجوا من بلادهم وانفصل عنهم الأب والأب أو الأب والأم أو الأب أو الأم أو وانفصل الأطفال عن بعضهم البعض، بيعيشوا في الغربة والغرباء. طيب النوع التاسع الأم المعيلة. ده احنا الأم المعيلة تعلمناها لما جينا هنا في بريطانيا، وعرفنا ان حريه ممارسه الحياه ما بين الشاب والشابه زي الميه والهواء. بحب اتنين سوا يا هنايا في حبهم الميه والهواء. فده كان ليه الأمراض اعتقد وحسين صدقي. المهم في هذا الامر بتكون ايه اللي موجود عندنا؟ بيكون عندنا اللي هو الاسره المعيه دي احنا بنسميها ال سنجل بيرنت بالانجليزي. وبتكون في الام هي المتحمله كل المسؤوليه، اللي هي بنت صغيره. وانا حاول قصه برضك حصلت لي اول ما رحت بريطانيا في سنه 1900 اول 78. انا وصلت بريطانيا اخر 77، وبعدين رحت على مدينه اسمها ابرستوس. وانا قلت القصه دي قبل كده، كنت واقف على البحر او على اللي هو بتفرج على البحر الجميل جماله. كان جنبي شاب صغير يمكن 17 18 سنه،
وشاب صغير يمكن 15 16 سنه، واخد بالك، ومعاهم طفل صغير كده في عربيه وبيتكلموا مع بعض. ما انا متمتع بايه؟ انا ابص للبحر، لقيت البنت بتصوت وبتصرخ وبتعيط، ولقيت الولد مش موجود، هرب. فتمثل ليا ان الامر، العلاقه بين الولد والبنت انتهت، وترك الولد هذا البنت بهذا الطفل الرضيع. وده اللي حاصل من المجتمعات اللي بتسمح لمثل هذه العلاقات ان تقوم دون قيد او شرط. على العموم هم بيسموه اللي هو الزوج المتعارف عليه، الكومن لو هازبند، الزوج القانون ده، يعني زوج المجتمع يعني. كتير جدا من الاحوال دي كان بعض اصدقائي اللي هم بتوع الامراض النساء والولاده، كان لما يجي يقولوا للبنت وهي حامل انت حامل من مين، تبتدي تفكر مين كان اللي هو عايش معاها في الفتره دي. فدول البنت بتترك كامرأة بقى بمجموعه من الاطفال، كل طفل قد يكون له اب مختلف عن اب الثاني. شفتوا قد ايه؟ فالراعي اللي مثل هذه الاسره، حتى لو كانت الدوله مستقره وقويه وبتدعم الاسره، هي الام صاحبة المشكله، هي الام صاحبة الاطفال. تصبح الام داخل هذه الاسره هي المسؤوله الاولى عن طفل او مجموعه من الاطفال انجبتهم من اصدقاء مختلفين. دول بنسميهم ازواج متعارف عليها. وفي هذه الاسره تتوفر الحمايه من الام اللي هتكون مضطربه نفسيا. اما عن الاصدقاء او الازواج المتعارف عليهم فقد يسوموا هؤلاء الاطفال اشد العذاب. لان صديق الام ده مش عايز وجع قلب بقى، هو عايز يجي يقعد مع الام يريح نفسه. يجي يعيط بالليل ما يصحى بالليل، فقد يسوموا شغل العذاب. واحنا شفنا اللي بيحصل للاطفال في مثل هذه الحالات. وقد تحصل عليهم اعتداءات جنسيه من الاباء بالذات للبنات او للاطفال الصغيرين. وقد لا يعرف الطفل نفسه اللي هو ابن الام ده مين ابوه، لان الام مش عارفه مين ابوه. وقد كثيرا ما يتحول هؤلاء الاطفال الى اطفال شوارع. اما ان استقروا مع الام فسوف يحاطون بايه بقى؟ الام، اصدقاء الام، بعض اقارب وجيران الام. يبقى بنتكلم على في احسن حاله ثلاث طبقات في احسن حاله: الأم، أصدقاء الأم، وجيران الأم، واحتمال بعض الأقارب الأم. ده في أحسن حال، 2 لـ3، ساعات بتبقى واحد، طبقة واحد. ده بالنسبة للأسرة المعيلة اللي الناس بتتكلم عنها، موجودة في الغرب، موجود منها ملايين الأسر. ده الأسرة العاشرة هي أسرة أطفال الشوارع. أطفال الشوارع. سواء كان الأب والأم موجودين، هما في الغالب بيكونوا ما بيشتغلوش، في الغالب بيكونوا يعني والعياذ بالله بيسرحوا أولادهم في الشوارع علشان يشحتوا أو عشان يعملوا أي شيء يدوي كذا علشان يتكسبوا. الأطفال هنا بيتعرضوا لمين في الشارع؟ بيتعرضوا لناس غرباء سفلة، كلهم بلا استثناء طمعين في الأطفال دول. بوجهات نظر مختلفة، أسرة أطفال الشوارع دي بيعيش فيها الأطفال سواء كانوا الوالدين موجودين أو أحد الوالدين موجودين أو عدم وجود الوالدين لانقطاعهم عن الأطفال، دائما وبصفة أساسية في الشارع. وإحنا فاكرين الأفلام المصرية القديمة، فيلم جعلوني مجرما، ده اتعملوا وعمل فريد شوقي رحمة الله عليه، وقبليه كان فيلم قبل كده ليوسف وهبي سنة 1951 أو 50، كان عمله يوسف بيك وهبي، وكان بيتكلم عن أطفال الشوارع. يعني أطفال الشوارع دي ما كانتش حاجة مستخبية على المجتمعات، أنا بتكلم من 70 سنة كان في أفلام بتعمل عملها يوسف بيك وهبي عن فيلم اسمه قضية أطفال الشوارع. فبياخدهم الفسدة من الأشرار ومن الغرباء. وفي حالة وجود الأبوين أو أحدهما قد لا يستطيع الأب والأم أنهم ياخدوا بالهم منهم. ممكن يكون الأب يكون عنده مشكلة معينة، أو يكون عاطل، أو يكون بيشرب حاجة، أو بيشم حاجة، إلى آخره إلى آخره. فقد تكون الأب والأم ما قدروش يحموهم، حتى ما بيمثلهمش أي طبقة أو دائرة من الحماية. ده حالتهم النفسية أو حالتهم العصبية أو حالتهم البدنية أو حالتهم الاقتصادية.
اما لو الاب والام مش موجودين يبقى دول هيكونوا صفر طبقه، طبقه صفريه ملهاش اي نوع من الحمايه. يبقى الاطفال زي ما احنا شفناهم في فيلم اوليفر تويست اللي هو كان الانجليزي اللي عمله اوليفر ريد، وكان فيلم رائع جدا في اعتقد في الخمسينات او الستينات من القرن الماضي، وزي ما انا قلت الفيلم بتاع فريد شوقي بتاع جعلوني مجرما، وزي ما قلت الفيلم بتاع يوسف بيك وهبي واسمها مش فاكر مراته كان اسمها ايه، محترمه جدا يعني، يعني مش فاكر انا اسمها يعني مش جاي على على ان شاء الله يعني واخد بالك ان هي يا ربي نسيت اسمها. فدي يعني 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 نتكلم عن ظاهره من 70 سنه او 80 سنه تبقى صفريه. ده بالنسبه لاطفال الشوارع. النوع ال 11 اطفال غير معلوم النسب، زي ما حصل ان يعني شفت الموضوع ده في جنوب افريقيا، ان المراه بعد ما حملت حطت ابنها في ازازه بلاستيك ورميته في وسط حقل من الحقول عشان يموت، لكن ربنا كتب له الحياه. فاحد الفلاحين شافه وخده وطلعه من الازازه ورباه واصبح طفل دلوقتي، لا عارفين امه مين ولا ابوه مين، ده غير معلوم النسب. شفناها كذلك في بعض الافلام اللي سجلتها، ولغايه دلوقتي بنلاقي اطفال قدام الجوامع، واطفال بيترموا قدام الكنائس، واطفال بيترموا قدام المستشفيات غير معلوم النسب. فبناخدهم للملاجئ، ناخدهم للملاجئ بتاعت الحكومه. فمين الام اللي بتحصل بقى؟ بتصبح الام اللي بتطلع اللي هي الام اللي بتطلع هي اهلا بقى بالاستاذ كريم مصعب. الام اللي بتكون موجوده هي الام البديله، الام البديله. وانا شفت بعض العمارات في مصر اللي عملتها مؤسسه الحصري شيخ الحصري رحمه الله عليه، وكان جايبين مع كل في كل في كل شقه اربعه او سته اطفال مع ام بديله، امراه يعني تستعمل كامهم. الام البديله هي الام هي المشرفه او المشرف، ده بيكون الاب والام على الاطفال، وفي كثير من الاحيان بتكون امراه. هنا في بعض الاحيان قد يكون رجل، وهنا او هنا اجي واقول بالخط الاحمر والخط الاسود لا يعني لا يعني لا يعني لا. فلا بد ان يكون الامهات والمشرفين هذه المؤسسات بالاضافه للمشرفين على الارامل والايتام والنساء هم نساء ولا يكونوا رجال. ونحتاجنا للرجال. انا لسه فيه هقول لكم في احد البيوت اللي بتاعت المراكز الاجتماعيه من يومين اكتشفوا ان الحارس مش الحارس اللي هو المشرف او المشرف على البيت ده، تعرفوا عمل ايه يا شباب؟ مكتوبه بقت فضيحه في الجرايد، اغتصب امراه عندها يعني فاقده للوعي عندها 92 سنه. ايه القرف ده؟ ايه النتانه دي؟ واصبح فضيحه وادوله 10 سنين سجن. طبعا هو عرفوا الجريمه دي ازاي؟ لان الست الكبيره دي وهم اولادها بيزوروها، تعرف قالت لهم ايه؟ ارجوكوا انا مش امن هنا، خدوني معاكم. فالعيله عملت حركه كويسه انها حطت كاميرا خفيه ها موجوده في الاوضه من غير ما تقول للمشرفين. ده المشرفين من غير ما تقول للمشرفين. فلما حصل اللي حصل ده الفيلم اتسجل، فجابوا الراجل صوت وصوره ثلاث ابعاد اربع ابعاد وايه 92 سنه يخرب. انا مش عايز نفذ اكثر من كده. فلذلك لا والف لا ومليون لا وتريليون لا لان يكون رجل مشرف على الاطفال. هل ده معناه ان النساء ما بيخطئوا بس الخطا عندهم اقل؟ قل بكتير من الخطأ عند الرجال. تصبح الأم هنا هي الأم البديلة والمشرفة أو المشرفة على الأطفال، وفي كثير من الأحيان ما تكون امرأة وفي بعض الأحيان رجل. أما عن رأيي الشخصي، رأيي أنا الشخصي هاني البنا، فهو أن يكون الأمهات والمشرفين على هذه المؤسسات بالإضافة للمشرفين على الأرامل والأيتام نساء NSA. وإن احتجنا للرجال فيكونوا مسؤولون عن الأعمال اللوجستية وبعض الأعمال الإدارية المكتبية ولا يكن لهم تواصل مباشر مع الأطفال والأرامل. ده رأيي اللي حابب بمين؟ ربنا سبحانه وتعالى.
وتصبح الأم البديلة، والمشرفات الأخريات هم الأم والأقارب. خلاص ما فيش هم، دي الأم والأقارب. ويصبح الأطفال في الملجأ هم الأصدقاء والجيران. ولا أدري كم عدد دوائر أو طبقات الحماية التي سنكفلها للطفل هنا، واحدة أو اثنين على الأقصى، من 40 طبقة اللي هي في الأسرة اللي فيها الأجداد من الأب والأجداد من الأم عايشين والأب والأم، إلى زيرو أو واحد أو اثنين. واسأل السؤال منا، ده سؤال بقى غالي، أليس الملجأ نفسه درجة أو دائرة من دوائر الحماية؟ أنا أقول أو لا. أيوة آه وأيوة لا. أيوة آه وأيوة لا. ها هو أيوة، لأنه بيحمي الأطفال من مخاطر الشارع، مخاطر المجتمع في السن المبكر ده، فآه. لكن لأ، لأنه هو بيخلي التكوين تكوين الطفل ضعيف، تكوين الفكري، تكوين الثقافي ضعيف، لأن ما تعرضوش، ما بينزلوش الشارع يتخانقوا مع بعض يلعبوا كورة ويروحوا لخالته وعمته وجاره وأصحابه وأصحابه في المدرسة، لأ. فبيكون إيه؟ تكوينه ضعيف الثقافي والفكري اللي بتخلي شخصيتهم قوية، فيطلع الولد ضعيف. لكن مع ذلك هو أحسن من إنه يترموا في الشارع، أحسن من أطفال الشوارع. ده بالنسبة للأطفال غير معلوم النسب واللي بيعيشوا في الملاجئ، بيصبح عدد طبقات الحماية واحد أو اتنين بالكتير أوي، من 40. من 40. طيب النوع ال 12 اللي هم النزلاء في السجون، المعتقلات، والأسرة، المختطفين قصريا، والجيوش لما بتخش الايه الدول. نتكلم في الاول عن معسكرات التعذيب. احنا شفنا معسكرات التعذيب دي موجوده في البوسنه 92 ل 95، وازاي كانوا بيغتصبوا البنات اغتصاب منهجي، بحيث كانوا بيدوا الجنود الصرب حبوب علشان الانسان منهم يمارس الاغتصاب او الزنا 5 أو 6 مرات في اليوم. والبنت البوسنوية والمرأة البوسنوية كانت بتغتصب 5 أو 6 أو 7 مرات كل يوم. يعني حاجة ما نقدرش نتخيلها. كانوا بيحبسوا البنات دول لغاية تبقى حامل 5 أو 6 أشهر وبعدين يتركوهم علشان يفتتوا التكوين الأسري للمجتمع البوسني. ده في 92 95. شفنا دي أيضا لما دخلت الجيوش المنتصرة ألمانيا بعد هزيمة ألمانيا. لدرجة إن في أكثر من 2 مليون كما يقال فتاة وامرأة طلبوا الانتحار من الدكاترة بتوعهم، عشان عارفين لما بتخش ودخول الجنود أي مكان منتصرين فيه، سواء كان في أوروبا أو في من قديم الزمن، المغول التتار اللي كذا اللي كذا اللي كذا، بيهتكوا أعراض أضعف الكائنات اللي موجودة اللي هم النساء والبنات والأطفال. معسكر برلين. لقد اغتصبت عشرات الالاف من الفتيات والنساء البوسنويات اغتصابات ممنهجه ومبرمجه من جنود الحكومه الصربيه بعد اعتقالهم في معتقلات التعذيب لاشهر حتى يحملنا ويصبحنا غير قادرات على الإيقاد. اما في حاله اللي هو القيام الحرب العالميه الثانيه، فقد قام جنود الاحتلال من الجيوش المنتصره باغتصاب اعداد قد تصل الى مئات الالاف من الفتيات والنساء الالمان. ده بالنسبه لمعسكرات التعذيب ودخول الجيوش المنتصرة. اللي بعدها كل ده بقى، لقد أدى هذا الفحش الإجرامي إلى ولادة مئات الآلاف من الأطفال معدوم النسب، أطفال معدوم النسب. وأصبح هؤلاء الأطفال يعيشون مع مين؟ مع أمهاتهم المدمرة نفسيا. لكن كانوا بيقولوا إن في حال الألمانية قد يكون عدد الأطفال اللي ولدوا حوالي 500,000 أو أقل. يعني الرقم مش دقيق، لكن يعني اذا حدث ان ام اغتصبت هذه الاعداد الكبيره من النساء والبنات، مش ما نعتقدش ان في الوقت ده مع عدم وجود القدره على الاجهاض انهم هيكونوا الا بمئات الالاف من الاطفال. فاصبحت الامهات تعيش في عزله شعوريه ومجتمعيه فرضتها من بقى الام على نفسها، لانها مكسوره. الواحد يتخيل مثل هذا الامر لما يحدث لبناته او لاخواته او لقرايبه، من جهه كما فرضها عليها المجتمع من جهه اخرى. فتعزل الام نفسها واطفالها عن الاقارب والاصدقاء والجيران، خايف، حاسه انها يعني ذليله وعملت شيء فظيع يعني.
ما هي ما عملتش، هي اغتصبت للاسف والعياذ بالله. يصبح على طبقات حماية الأطفال في هذه الأسرة طبقة واحدة أو طبقتين على الأقل. أنت عاطف مع بعض الأقارب أو الجيران أصلا. وفي حالات نادرة قد تصبح ثلاث طبقات. لأن مين هيتعاطف؟ يقول لك طب ما أنت أصل كنت موتي نفسك. موت نفسها إزاي؟ يعني أنا وإحنا في البوسنة من قبل الكوفيد، من 2018 2019، في مذبحة سربرنيتسا اللي راح فيها 12,000 و14,000 بوسناوي من الرجال، القائد الصربي لقى أجمل بنت في المدينة، أما مسكها كده وقال للجنود حطوها عندي في المكتب بتاعي. البنت طلعوها المكتب في الدور الثالث. هكذا تروى القصة. فالبنت عارفة إيه مصيرها هيكون، قامت رمى نفسها من الشباك ميتة. كلها بقى ماتت شهيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، ماتت كذا على حسب نيتها، حسبها ربنا سبحانه وتعالى. أخت تانية من بناتنا في البوسنة أنا فاكرها افتزلت معسكرات الاعتقال. حصل فيها اللي حصل بدون ذكر يعني. فخرجت هائمة على نفسها في الغابات، ما استحملتش الصدمة العصبية اللي حصلت لها. وإيه يعني سيستم، نظام يعني حاجة مبرمجة. وهي في الغابات في توزلة قامت ماسكة اللي هو الحزام بتاعها وربطته على رقبتها وحطت الدبوس في رقبتها وقتلت نفسها. ودي كانت أحد القصص اللي نشرتها جريدة الجارديان في هذا الوقت، وأثارت ضجة عالمية كبيرة جدا في أوروبا وأمريكا. هنا البنت اللي بتنتحر، سواء كانت انتحرت قبل الاغتصاب أو انتحرت بعد الاغتصاب، يعني دخلت في حالة نفسية ما حدش عارف يعرفها إلا هي. إلا هي فقط وربنا سبحانه وتعالى. فلو النساء دول اللي هم اصبحوا امهات لهؤلاء الاطفال اعتزلوا المجتمع، هتبقى دي شيء هم بياخدوا جنب. وده حصل في القران لما السيده مريم عليها السلام جالها الملك وقال لها يعني هتحملي، فخدت مكان بعيد عن المجتمع، كانت مكسوفه وكانت زعلانه وكانت حاسه بالخجل وحاسه بالعار. ولما خدت سيدنا عيسى على كتفها وخرجت لهم يا مريم ما كانت امك ما كان ابوك ايه يعني يا ابن يا ابن يا 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 بنت هارون ما كانت امك بغيا، يعني اللي انت جايبه على كتفك ده يا مريم، ودي السيده مريم وسيدنا عيسى عليه السلام. في اسره النزلاء السجون والمعتقلات، وحاليا دلوقتي اصبح 60 نيله على كل الدول القمعيه اللي بيحكمها عسكر، بيحكمها ناس امن، مفيش اي حرمه لاي فتاه او اي امراه. يعني المعتصم الست قالت ومعتصمها او ابنها جيش. دلوقتي مفيش معتصمه ومفيش محمده ومفيش عاليه ومفيش اي نيله. في السجون والمعتقلات ده بيحصل. ولو احنا رحنا فتحنا الملفات في أماكن مختلفة في دول كتيرة هنلاقي موجود. يتعرض الأفراد فيها للتعذيب الجسدي والنفسي والعقلي والاغتصاب الجنسي للنساء والفتيات، وحتى للرجال، حتى للرجال عشان يذلوهم. وهذا ما يحدث داخل كثير من هذه المؤسسات وينتج عنه حمل سفاح للفتيات والنساء، فلدنا أطفالا غير معلوم النسب. هذا يحدث الآن داخل الدول ذات الأنظمة القمعية الأمنية والعسكرية. والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله. ففي حال أطفال غير معلوم النسب يصبح على طبقات الحماية في هذه الأسرة طبقة واحدة أو طبقتين. أنت عاطف مع بعض الأقارب والجيران وقد تصل إلى ثلاثة، وهذا طبعا نادر 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 نادر. أو قد تكون زيرو، مش حد. طيب اللي بعد كده،
انا كده تقريبا خلصت، بس هلخص المحاضره اللي فاتت، الجزء الاولاني والجزء الثاني. استعرضنا في الجزء الاول والثاني انواع الاسر، 12 اسره التي تعيش داخل المجتمعات، والتي في بعض الاحيان قد تتعدى 12 نوعا. كما استعرضنا على الطبقات او الدوائر التي تحب الطفل وتحمي الطفل داخل هذه الاسره، قد تتراوح من 40 طبقه لزيرو طفل صفر. واتضح لنا من هذا العرض ان 9 اسر من هؤلاء يحتاجوا دعم نفسي. 9 انواع من الاسر يحتاجوا دعم نفسي، هي 75%. قف على العموم عدد الاسر مش ممكن يكون 12 بس، في ممكن بعض الناس يقول لك لا انا اعرف 15 نوع من انواع الاسر، اعرف 20 25، كل واحد يحدد الاسر على حسب ما بيقول. انا بتكلم على خبرتي انا المحدوده. قد اتضح لنا من خلال هذا العرض ان 9 من عدد ال 12 اسر يحتاجون الى دعم نفسي، وهذا لا يعني ان الثلاثه التانيين في بعض الاحيان تحتاجوا لدعم نفسي ايضا. لان احنا دلوقتي عايشين في مجتمع او في عالم فقد الانسانيه، فقد الرجوله، فقد الكرامه، فقد الحياه، فقد القيم، فقد التقاليد، فقد الحرمات، فقد كل هذه الاشياء. حتى الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم في الاول دول مستقرين، ممكن نفسهم هم يتعرضوا لاكثر من كده. تسمع ال 12 نوع من الاسره محتاجين دعم نفسي. هذا يؤكد لنا الحاجة الشديدة لإنشاء مثل هذه الوحدات داخل المؤسسات الاجتماعية والإنسانية لكي تتعامل مع مثل هذه المشاكل المركبة والمعقدة. لابد ولابد ولابد. فعلى مسؤولي المؤسسات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع أن يعوا مدى تعقد الأنسجة المجتمعية التي يعملون فيها، ما يبقاش عايشين كده في معزل عن الآخرين. مدى تعقد الأنسجة المجتمعية التي يعملون فيها، وكيف تتواءم جمعياتهم ومؤسساتهم فكريا وثقافيا ومهنيا وهيكليا وحرفيا مع المشاكل المعقدة المركبة في المجتمع. مع كل هذه المشاكل المختلفة التي تواجه هذه المجتمعات. بمعنى، يعني ايه بمعنى بقى؟ قول بمعنى زي ما كنا بنقول زمان واحنا صغيرين. أنه كلما تعددت المشاكل المجتمعية، كلما استوعبت هذه الجمعيات والمؤسسات هذه المشاكل. كلما تعددت كلما استوعبت. يعني ايه؟ ازاي؟ تعمل دراسات ميدانية لاكتشاف جذور المشاكل. وللأسف احنا كل جمعياتنا وكل مانحين لا يؤمنوا بالبحث والأبحاث، للأسف. عمل دراسات ميدانية لاكتشاف جذور المشاكل. عمل أبحاث لمعرفة الإحصائيات التي تشكل الحجم الحقيقي لمشاكل المجتمع. ممكن واحد يقول لك ده أنا عندي الباث كلها خربانة، ممكن تكون مثلا ظاهرة بسيطة في قرية من القرى لم تخرج لحتى المحافظة أو المدينة. عمل أبحاث لمعرفة الإحصائيات التي تشكل الحجم الحقيقي لمشاكل المجتمع. إيجاد وسائل مختلفة لمواجهة هذه المشاكل. طب على خلاص عملنا البحث وعملنا الدراسة وعملنا الإحصائيات، يبقى لازم أواجهها عشان أوقفها، أعمل مجتمع منها. نمرة 4، استحداث تخصصات لإدارات جديدة داخل الجمعيات. ليه؟ لأن أنت أصبح عندك دلوقتي، لو احنا بنتكلم عن الأطفال اللي ما بيخشوش المدارس من السوريين يمكن 2 مليون بيعملوا إيه في الشارع؟ أكتر من 2 مليون. اليمنيين، كنت لسه بتكلم مع أحد الزميلات اللي كانت موجودة عندنا اليوم، بتقول لي الطفل ما يعرفش من الطيارة إلا شيء واحد، إنها بترمي عليه قنابل. الطفل ما يعرفش إن الطيارة دي في يوم من الأيام هو ممكن يركبها عشان يروح يتفسح، ما يعرفش. قالت لي انا كنت قاعده في اليمن وخرجت من هناك، لما رحت الاردن بقيت كل تخيلاتي للطياره صواريخ، وهي امراه في الاربعين في عمرها مش مريضه. زميله ليها دخلت في ازمه نفسيه وعصبيه من اللي شافته. يبقى ايه؟
استحداث تخصصات لإدارات جديدة داخل هيكل الجمعيات والمؤسسات كانت تتعامل مع هذه المشاكل. ما ينفعش في الجمعية بقى أكون هاني البنا أو علي أو حسنية أو علية إلى آخره، يقول لك طب أنا بعمل مشروع وأحط كده في إيه؟ حتة دعم نفسي. ما تنفعش يا بابا. أنت مش متخصص. وأنت مش متخصصة. لابد تكون إدارة للدعم النفسي أو قسم للدعم النفسي أو وحدة للدعم النفسي يديرها دكتور نفساني ومعاه أخصائيين اجتماعيين. ومعاه أخصائيين اجتماعيين يفهموا هما بيكلموا الناس إزاي. ومن ثم على كل هذه الجمعيات والمؤسسات ألا تظل قابعة متحجرة متكلسة متقوقعة في معزل عن واقع عمل الحياة داخل المجتمعات. ما تجيش البنت اللي اغتصبوها في 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 سجن من السجون او في معتقل من المعتقلات زي ما احنا عارفين، دول هي فاجره مش فاجره، لا مش فاجره، الفاجر هو اللي عمل كده، الفاجر هو اللي دخلها المعتقل ودخلها السجن عمل فيها كده وهكذا. فذلك من ثم على كل هذه الجمعيات والمؤسسات ألا تظل قابعه متحجره متكلسه متوقع في معزل عن واقع العمل الحياة داخل المجتمعات. وهذا ما سوف نناقشه الأسبوع القادم إن شاء الله في الحلقة أو في الجزء الثالث. يبقى احنا وفرنا جزء أول موجود عندكم في الرابط في الفيسبوك، والجزء الثاني اللي بتكلم فيه دلوقتي واللي ما شافش العرض هنبعته له بعد كده هو في على اليوتيوب. والأسبوع القادم إن شاء الله هنكون في الجزء الثالث اللي هو كيف نعمل هذه الوحدة. وغدا ان شاء الله هيكون نفس المحاضره باللغه الانجليزيه في نفس الميعاد، غدا نفس المحاضره في نفس الميعاد. وانا بشكركم جميعا على حسن استماعكم ليا، وربنا يجزيكم الخير، وشكرا على صبركم على يعني بعض اللي هو انفعالاتي على مثل هذا الموضوع اللي هو مهم جدا جدا، واحنا عايشين فيه ليل نهار، عايشين فيه ليل نهار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.